هذا السائل أبو إبراهيم له مجموعة من الأسئلة. السائل من الرياض يقول: أبدأ سؤالي عن الوصية، ما تعريف الوصية وكيف نكتب الوصية وما صفتها مأجورين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوصية هي مأخوذة من الوصي وهو الوصل، لأن الموصي يصل ما بعد الموت بما قبل الموت. إذن فالوصية هي التفويض بالتصرف بعد الموت، تفويض جائز التصرف بالتصرف بعد الموت، وهي تتكون من موصي وموصى إليه وموصى له وموصى به. هذه الأمور، هذه أركان الوصية. والوصية تنقسم إلى قسمين: قسم واجب وقسم مستحب. أما الوصية الواجبة فهي أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق التي ليس فيها إثباتات ووثائق، خشية أن تضيع، فيوصي بما عنده من الودائع وما عليه من الديون للناس وما عليه من الحقوق الواجبة للناس، لأجل أن تؤدى عنه بعد وفاته وتبرأ ذمته بذلك، يعني إذا أديت. وكذلك يوصي بما له من الحقوق عند الناس، إذا كان له ودائع عند الناس أو ديون عند الناس وليس فيها وثائق، فإنه يوصي بها ويبينها، لأنه لا يدري متى يأتي أجله، أي يكون قد أوصى بهذه الأشياء لئلا تضيع، خصوصا إذا أراد أن يسافر للحج أو غيره، أو يذهب للجهاد أو غير ذلك، فإنه يوصي بما له وما عليه. وهذا هو الذي جاء به الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه. والنوع الثاني من الوصية، الوصية المستحبة، وهي أن يوصي بشيء من ماله، بشيء من ماله بعد موته في أعمال البر، ليكون ثوابه يجري عليه بعد موته في حدود الثلث فأقل، قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفهون الناس. فلا يضايق الورثة بأن يوصي بمقدار كثير من المال، بل يوصي بالثلث فأقل، وكونه أقل من الثلث أفضل من الوصية بالثلث، لأن الثلث هو الحد الأعلى. هذه الوصية مستحبة لمن كان عنده مال كثير، إن كان عنده مال كثير. قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وهذا كان قبل أن تفرض المواريث، فلما فرضت المواريث إنه لا تجوز الوصية للورثة، لا للوالدين ولا لغيرهم، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن فيستحب أن يوصي بالثلث فأقل غير وارث، ويكون ذلك في أعمال البر من أجل أن يجري الثواب له بعد وفاته. نعم.